السمك ذو الفلس حلال، ما لا فلس له حرام. بيض الحلال حلال، وبيض الحرام حرام. فإن علم أن هذا البيض أحيانا يسموه بعض البلدان ثروب ثرب بعض البلدان يسموه حبول ما شئت فسمه بيض السمك بالنتيجه اذا شك يذهب الانسان الى سوق السمك فيجد بيوض تباع ولا يدري هل يجوز له اكلها لا يجوز لا بد من احراز انها بيوض سمك محلل هل يختلف الحال فيما لو كان البيض خشنا او ناعما لا خشن ناعم لا تاثير له لا بد من الاحراز ما احرزت حرام لا بد ان تعرف ان هذا بيض مثلا سمك الهامور الزبيدي النقرور مثلا البلطي اما اذا شك فيه فهو حرام سوق المسلمين علامه على التذكيه وليس علامة على انه من النوع الحلال كما ان نفس السمك كذلك لو فرضنا وجدنا في سوق المسلمين سمكا مقطعا ولا ندري هذا من اي الانواع مجرد كونه في سوق المسلمين أو أن المسلمين يبيعونه فهذا ليس دليلا على حليته يد المسلم أمارة على التذكية لا على أنه حلال سؤال إذا قال قائل ألا نحمل فعل المسلم على الصحة يعني مسلم يبيع شيئا محرما أكله الجواب نرجع إلى مسألة أخرى وهي هل يحرم بيع المحرم أكله لا لو الآن شخص صاد لجرجور سمكة قرش يريد أن يبيعها بيعها جائز ما عندنا دليل على ان كل ما يحرم اكله يحرم بيعه هاتان قضيتان حرمة الاكل شيء وحرمة البيع شيء اخر فالحين هذه مسألة تنفع بعض بياع الاسماك تأتيهم اسماك محرمة او مثلا غير الاسماك السرطان جبجوب قوب ما يسمى بام الربيان وما شاكل ذلك محار يجوز لهم ان يبيعوه نعم يجوز البيع تمليك نقل ملكيه من طرف الى طرف اخر تمليك عين بعوض كما يعبر عنه حتى لو علم ان ذاك سياكله، الحين ندخل ببحث اخر بعدين بحث الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر غير ذلك. الان اجمالا بيع الشيء المحرم اكله ليس حراما الا اربعه اشياء لا يجوز بيعها وهي الخمر والميته والكلب غير الصيود والخنزير هذه الاربعه لا يصح بيعها وشراؤها لا يجوز. السمك اذا لم يكن مذكى اي السمك اذا لم يكن مذكى يعتبر ميته اذا لا يجوز بيعه لانه ميته لا لانه لا يؤكل لحمه او يؤكل لحمه. يعني هذه مسألة الميتة وأكل اللحم بينهما عموم وخصوص من وجه ممكن سمكة لحمها حلال وميتة السمكة شلون تموت تصير ميتة إذا ماتت في الماء قبل إخراجها ممكن زبيدية تموت بالبحر هذه ميتة هي أساسا محللة الأكل لكن لانها ماتت في الماء مات فيما فيه حياته السمك اذا مات في الماء فهو حرام قد تكون سمكه محرمه الاكل لكنها مذكاه سمكه قرش اخرجوها من الماء وهي حيه وماتت خارج الماء هي محرمه الاكل لكنها مذكاه وممكن سمكه محرمه اميته سمكه قرش ماتت في الماء هذه كلها متصوره المقصد ان مجرد كون هذا البيض بيض السمك يباع في سوق المسلمين هذا ليس دليلا على انه من السمك الحلال نعم هذا دليل على انه مذكى وليس ميته ومن هنا نعرف حكم ما يسمى بالكافيار. اي الحين هذه مسأله ان شاء الله نتعرض لها بعدين بتفصيل. هناك رأي مشهور في الفقه ان الميته لا يجوز بيعها سواء اكانت ميتة ما له نفس سائلة مثلا الخروف المات الدجاجة اللي ماتت أو ما ليست له نفس سائلة الميتة الطاهرة كالسمك ونحوه قسم كبير من فقهائنا قالوا لا يجوز بيع الميتة مطلقة السيد السيستاني يقول ما ليست له نفس سائلة كالسمك ونحوه يجوز بيعه إذا كان ميتة يخصص التحريم بما له نفس سائلة. السمك غير المذكَّى إذا كان من النوع الحلال لكن مات في الماء فهو غير مذكَّى صار حراما لأنه ميت وبالتالي بيضه تابع له لا يجوز أكله اليوم هناك بيض سمك معروف وله أثمان عالية الكافيار هذا بيض سمك هذا الكافيار إذا كان سمكه الذي أخذ منه ذا فلس وكان مذكى لا مشكلة أما إذا كان السمك المأخوذ منه هذا البيض لا فلس له فهو محرم زين الحين واحد يسأل هذا سمكه له فلس أو لا فلس له جواب أنا ما أدري يكون تسألون أهل الخبرة وكمجرد معلومات قبل عدة سنوات أنا ذهبت إلى متحف في طهران. متحف فيه حيوانات محنطة بأشكال مختلفة. حيوانات برية، بحرية، طيور، أشكال. ومن ضمنها حجرة معلق فيها كمية كبيرة من الأسماك. أسماك حقيقية محنطة. محنطة محنطيها. أشكال خمسين شكل مائة شكل من الأسماك فقسم منها بالي مكتوب عليه سمك الكافيار هناك شخص قاعد مسؤول في المكان أنا سألته رحت عنده قلت له هذا سمك الكافيار له فلس أو لا قال هذا شكلين قسم منه له فلس قسم منه لا فلس له الحين يقال بعض أقسامه سمك الحفش مثلا اللي يؤخذ منه هذا عموما كمسألة شرعية الحين يجينا الكافيار واحد يقول أنا ما أدري هذا من أي سمك مأخوذ ما تدري ما يجوز تاكله يقول كبار بيضة خلي يصير هالكبرة حرام مو ناعم ناعم لو خشن مسألة ناعم وخشن ما له تأثير هذا البيض لازم تحرز أن سمكه له فلس الحين لو واحد راح دور يمين وشمال وتعب نفسه أحرز أن له فلسا زين انحلت المشكلة أو أكو شغلة ثانية أكو شغلة ثانية هالمرة يكون جاي من بلاد مسلمة لأن هذا قسم منه يأتي من إيران بلاد مسلمة وقسم منه على ما يقال يأتي من روسيا وبلاد كافرة هذا اللي جاي من بلاد كافرة حتى لو ثبت أن سمكه له فلس تجي مشكلة التذكية السمك الذي يستورد من بلاد غير مسلمة لا بد أن تحرز تذكيته أنه أخرج من الماء حية من يقول هذا أخرج من الماء حية لا نعلم عموما إذا واحد ثبت عنده بطريق معتبر أن هذا بيض سمك ذي فلس أو ما أخذها من بلاد مسلمة حتى يحرز التذكية تكون عنده أمارة على التذكية يجوز أكله ما ثبت لا تأكله يعني شنو ما أكل الدنيا وقفت على هذا لا تأكل كافيار أنا إلى الآن مو شايف الكافيار وإن شاء الله ما أشوفه شنو يعني والله الكافيار شنو تحفة الزمان هل كثر يسولفون به ومستعد يخاطر بدينه ياكل من هذا تاكل شنو بأي مناسبة اثبت اثبت انه حلال والله شنو يقوي وما ادري شو يسوي اشرب شربة تتقوى انتهت القضية عموما <applause> فلا بد من احراز ذلك هذا بعض ما يرتبط بالاسماك حيوانات البحر يعني البائع اذا كان ثقه يكفي اي عندنا روايه لطيفه مضمونها الراوي يسال الامام عليه السلام عن العصير شو يقصد بالعصير يقصد عصير العنب اللي يغلوه كانوا يغلون سابقا هذه اليوم المشروبات اللي اليوم تستعمل بكثره ما شاء الله بوفرة سابقا يجيبون ماء العنب يغلوه يسووا شربة كذا يشربوه هالأمور بسيطة سألته عن البختج بختج معرب بخته يعني المطبوخ العصير المطبوخ هذا أشتريه مضمون الرواية أشتريه ممن لا يعرف ممن لا يعرف يعني مو من أهل الولاية لكن لا يشربه إلا على الثلث أدري هذا ما يشرب العصير إلا بعد ما يروح الثلثان ويبقى الثلث يلا يشربه أشتري منه الإمام يقول له إيه اشتري منه مع أنه مو نفس مذهبك يقول له للإمام وأشتري العصير ممن يعرف يعني من موالي لكنه يشربه على النصف هذا الموالي مو ملتزم يصير العصير نصه يروح يقوم يشرب ما يخلي الثلثين يروح اشتري منه يقول لا لا تاخذه هذا مو معلوم يمكن ما رايح الثلثان منه حسب الوثاقه يعني انت لما تشوف هذا الشخص هو ملتزم ملتزم ويقول ترى هذا سمكه مثلا ذو فلس الإنسان يثق به أما إذا هو ما يلتزم هو يأكل كل شيء تصير مشكلة يعني عموما الحين نجي إلى حيوانات البر اللي تعيش البر نقصد به يعني الأرض مو إلا البراري والقفار اللي ما تعيش بالماء هذه الحيوانات قسمين قسم منها أهلي وقسم منها وحشي يعيش في البر يعني مو أهلي الأهلي منها أكو ثلاثة أقسام من الحيوانات الأهلية طبعا غير الطيور الطيور بروحها لها حكي ثاني يعني الدجاج والحمام والكذا يخلوها بعدين نجيها إن شاء الله الآن الطيور الطيور مستثنات بقية الحيوانات البرية الأرضية هذه الأهلي منها ثلاثه عاده تؤكل ما تركب وثلاثه منها عاده تركب ما تؤكل الثلاثه التي عاده تؤكل الانعام الثلاثه الابل والبقر والغنم هذه الثلاثه محلله هي هذه الثلاثه كل واحد منها له قسمان مثلا غنم الظأن الغنم قسمان اكو غنم ظأن وغنم معز الصخور او الخرفان باصطلاحنا العرفي خراف ومعيز معز او هذه هم كل واحد منها ذكر وانثى يعني اكو خروف واكو نعجه واكو تيس واكو معزه هذا كله حلال. البقر قسمان جاموس وبقر عادي كلاهما حلال. ترى الجاموس هم بقر لكن يختلف مواصفاته تختلف هذا الجيمر اللي يجيبوه الجيمر الكذائي من الجاموس يطلعوه ما يطلعوه من حليب البقر العادي، بقر العادي يطلعون من حليبه زبده زبد. ذاك يطلعون منه جيمر زين فالجاموس حلال البقر حلال ذكورها حلال اناثها حلال الثور والبقره كلها محلله الابل قسمان عراب وبخاتي حين هاي شلون يميزوها هذه اهل الخبره يعرفوها فيها ذكور فيها اناث بعير ناقه كل هذا الانعام الثلاثه محلله الثلاثه الاخرى اللي عاده تركب والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه هي زينه هذا اللي عنده حصان مهم يعني اليوم مهم فكيف بذاك الزمان والبغل ادون منه شانا والحمار ادونها جميعا وعندنا روايه لطيفه مضمونها عن امير المؤمنين صلوات الله عليه انه كان يركب بغله بغلا او بغله فسئل انه يا امير المؤمنين انت ليش تركب بغله يعني لا تركب حصان ولا تركب حمارا قال مضمون الروايه تطأطأت عن خيلاء الخيل وارتفعت عن ذلة الحمير لا هي ذليلة ذلة الحمير ولا هي فخمة جدا كفخامة الخيل شيء متوسط شيء متوسط أه الحين اليوم واحد يشتري له سيارة مرة ياخذ له سيارة كذائية ومرة سيارة مثلا أكل الدهر عليها وشرب لا هالشكل لا هالشكل شيء متوسط التوسط زين مطلوب يعني يقولون سألوا البغل قالوا له من أبوك قال خالي الفرس أنتوا أبوش عليكم من تسألوا عن خالي لأن أبو الحمار عادة الحمار يروح للفرس وليس العكس الحصان ما عنده جرأة يروح على أنثى الحمار على الأوتان يقال هكذا فسألوه أبوك منو البغل وفشل يقول ابو الحمار قال خالي الفرس زين هذه الثلاثه تركب تركب اكيد لكن اثبات الشيء لا ينفي ما عداه تركب تركب زين ما يجوز تؤكل يجوز يجوز واحد ياكل لحم الحصان البغل الحمار كلها تجوز لكنها مكروهه مكروهه نعم وأبوالها وأرواثها كلها طاهرة هذه مرت علينا في بحث النجاسات وقلنا كل حيوان يحل أكله فبوله ومدفوعه طاهران كل حيوان أكله حلال ما يخرج منه يعتبر طاهرا وكل حيوان لا يجوز أكله وكانت له نفس سائله مو مثل الاسماك وامثالها فما يخرج منه نجس غايتها انها مكروهه هذه الثلاثه يكره اهل اكلها هناك كلام في مذاهب اخرى انه الحمار عندهم الحمر الاهليه مو الحمار الوحشي عندهم ان الحمار محرم ويروون ان النبي صلى الله عليه واله حرمها في معركة خيبر. كان قد احلها لهم ثم حرمها عليهم. الحين احنا هم عندنا كلام من هذا القبيل انه هناك ربما نهي لئلا تفنى ظهورها، هذه الحيوانات يحتاج اليها للركوب إذا الناس صار بناء تأكلها يفنونها ما يبقى منها شيء يحتاجون مركوب عموما هي حلال وان كانت مكروهه آه هذا بالنسبه للحيوانات الاهليه الوحشيه كل حيوان وحشي يماثل احد هذه الحيوانات الاهليه فهو حلال الحمار الوحشي حلال الثور الوحشي هناك ثيران تعيش في البرية وحشية محللة هناك وعول تعيش في الجبال يحامير جمع يحمور تعيش في الجبال هذه الحيوانات اللي أكو إلها نظائر في الأهلية يعني مثل نقول معز أهلي ومعز جبلي معز جبلي قد يسمى وعلًا قد يسمى يحمورًا أي شيء تسموه هذه أيضًا كلها محلل ما في إشكال زين إذن ما هو المحرم هذا إن شاء الله في الليلة المقبلة. <applause>